فاخر وجهه تشتعل في هذه اللحظات. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. فرصه للتعادل، كره للتعادل الان، والتعادل ياتي. كره قد تكون نقطه التحول في المباراه. الكفه متعادله، قد نشاهد هدف التقدم. اي حماس، اي اثاره، اي توقيت، اي لقطه، اي عوده. يا رباه يا الله. ضغط رائع. صافره الحكم تعلن عن وجود خطا. التقدم، كل هذه السيطرة، هذا التحكم، هذا الضغط، الفاعلية تأتي. سجلوا بعد معاناة، الكرة تصل إلى المرمى. يضربون مرة أخرى، انفتح الطريق، دقائق تحترق في المباراة. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف الملعب. نور الدين مرابط، استعاد الكرة بشكل سليم. عرضية تصل إلى الصندوق. توقع جيد في قطع الكرة. تمريرة قوية ستصل لحارس المرمى. حلوة الكرة إلى الطرف. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. سيبستيان جوفينكو، كرة بتروح للمنافس بعد استقبال يفتقد المهارة. اعتراض للكرة، شوف الكرة مقطوعة. عمل جيد في قطع الكرة. التمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. محمد البريك، الحلول أمامه في الهجوم. عرضية في وسط البوكس. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. محمد البريك، فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. تدخل واحتكاك في اللقطة الماضية، في النهاية الكرة إلى رمية تماس. برافو للمدافع، خلص الكرة. تمركز سليم من معتز هوساوي. سيبستيان جوفينكو. عمر السومة. الله على الكرة، تصويبة غير دقيقة، الكرة تخطئ الشباك. عمر السومة. رمية تماس الآن. سيبستيان جوفينكو. سومة بيجرب، خارج الملعب، ضربة مرمى. بالخطأ، كانت سيئة في اللقطة الماضية. الكرة بتتحول إلى رمية تماس. اعتراض ممتاز، توقيت مثالي. الحكم يطلق صفيرته معلنا وجود حالة تسلل. ما يكون الكرة الآن مع الفريق الخصم. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. وقت بدأ الضايع دقيقتين فقط. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. سيبستيان جوفينكو، تصدي ممتاز في اللقطة. الله على القفاز، ممتازة الكرة الماضية. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية.
الشوط الأول ينتهي 2-1. تتواصل المباراة مع ضربة البداء للشوط الثاني. يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع، بيرسل الكرة، القائم يتصدم. العارضة تتدخل، تمنع هدف زيادة الفارق في فرصة ماضية لتبقي الأمور على حالها في هذا اللقاء. يا سلام على الكنترول، تحكم في الكرة، ينطلق فيها للأمام. العارضة أندري شيفشنكو، وركلية هنا قد تحمل خبر هدف التعادل. الجماهير تشعل الأجواء في المدرج الآن، ضغط كبير، ضربة ركنية، خطأ موجود وقرار سليم. بكل صراحة لم يكن موفقا، واضح أنه بعيد جدا عن مستواه، ليس هو الذي نعرفه أبدا، لا بد من إخراجه من الملعب. عرضية عند القائم الثاني، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. إعادة للهدف الذي جاء من تناقل ممتاز للكرة. شوف العرضية، شوف النهاية المثالية.